أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرة تانية والجزء التاني من حلقة اليوم عن كنا في الجزء التاني من الجهاز المناعي، وكنا ابتدينا بالخلايا الملتهمة اللي هي خلايا الدم البيضاء الأخرى اللي هي القاعدية الحامضية المتعادلة وحيد النواة. الجزء التاني عن رابعا خلايا البلعمية الكبيرة، ودي نوع من أنواع خلايا الدم البيضاء برضو. يبقى خلايا الدم البيضاء كلها اقدر اقسمها الى ثلاثة مجموعات. خلايا لمفاوية هي خلايا دم بيضاء ولكنها خلايا غير محببة، وهي خلايا اما بائية تائية قاتلة طبيعية. وخلايا ملتهمة، والخلايا الملتهمة قسمناها الى اربعة اللي هم القاعدية والحامضية والمتعادلة وحيدة النواة. القاعدية والحامضية والمتعادلة يعتبروا محببة، بينما وحيدة النواة غير محببة، والحبيبات هي التي تظهر تحت الميكروسكوب. خلايا البلعمية الكبيرة دي على فكرة موجودة في الدم، موجودة في الليمف، وأيضا موجودة في أنسجة الجسم، عشان كده قسمتها إلى نوعين. خلايا بلعمية كبيرة ثابتة بمعنى أنها موجودة في أنسجة الجسم المختلفة، وخلايا بلعمية كبيرة دوارة أو جوالة معناها أنها تنتقل من مكان إلى مكان آخر. طالما دوارة يبقى هتنتقل عن طريق سوائل، وطالما هتنتقل عن طريق سوائل ما عندهاش غير سائلين، سائل الدم وسائل الليمف. يبقى أنا عندي نوعين من الخلايا حسب المكان. إذا استقرت في النسيج ولم تغادره تبقى ثابتة، وإذا انتقلت مع طيار الدم أو مع طيار الليمف تعتبر دوارة أو جوالة. طيب نبتدي بأول نوع، أول حاجة باخد بالي منها اللي هي الصورة اللي توضح شكلها وحجم النواة فيها والحبيبات اللي موجودة ولكنها غير ظاهرة اللي بنسميها لايسوسومات، وتختلف عن الباقيين ان عندها زوائد بتمتد منها كده اللي هي عاملة زي الأرجل الكاذبة اللي بتستخدمها في القبض على الميكروب بتاعها. تبتدي بالثابتة. كلمة ثابتة قلنا مكانها يعني ثابت في أنسجة الجسم المختلفة، فهي موجودة في الأنسجة وموجودة في الأعضاء الليمفاوية. فنجدها في اللوزتان، ونجدها في بقع باير، ونجدها في الطحال، ونجدها في العقد الليمفاوية، فهي موجودة في أعضاء الليمفاوية وأيضا أنسجة الجسم المختلفة. ليها كم اسم؟ دي ما بتختلف أسماءها باختلاف المكان او اسم النسيج اللي موجوده فيه. فلكل من خلايا البلعميه الكبيره اسماء تطلق عليها نسبه للنسيج اللي موجوده فيه. اخر حاجه فيها ازاي بتقدر تعيش او تؤدي دور المناعي بتاعها. بتلتهم الاجسام الغريبه القريبه منها، بتلتهم الاجسام الغريبه، بس اني بقى القريبه منها ازاي؟ كلكم عارفين فكرة الخلايا البلعمية الكبيرة إنها بتقدر تلتهم الأجسام الغريبة، بتلتهم مسببات المرض أو الميكروبات أو الكائنات الممرضة. كل ده اسم واحد يعني. كمان لو في أنتيجينات بتاعة الميكروبات اللي موجودة على سطح الميكروب برضو بتخلصني منها. لو عندي حطام خلايا بتخلصني منها، لو عندي تجلطات دموية بتخلصني منها، لو عندي خلايا دم حمراء مسنة بتخلصني منها بطريقة الالتهام. تعال نشوف خطوة بخطوة. الخلية الكبيرة دي هي الخلية البلعمية الكبيرة كما أنا متصورها. وبعدين خطوة الأولى أخذت الميكروب أو الجسم الغريب، أخذته بأقدام كاذبة وعملت منه فجوة، فأصبحت عندها في فجوة غذائية بداخلها الميكروب نفسه محاصر بهذا الغلاف. وعندي لايسوسوم، واللايسوسوم هو المحتوي على المادة الإنزيمية اللي هتهضم الميكروب. يتحرك اللايسوسوم ويقرب ويتلامس مع الفجوة المحتوية على الميكروب، ثم يصب محتواه الإنزيمي على الميكروب داخل الفجوة دي. طب لو صب الإنزيم في المحتوى بتاع الخلية نفسها يحصل تحلل لمكونات الخلية البلعمية وتموت. عشان كده هو حريص جدا اللايسوسومات إن هي لما تيجي تفرغ المحتوى الإنزيمي بتاعها تدخله جوه الفجوة المحتوي على الميكروب. الميكروب اللي كان باللون الأحمر تم تفتيته وتحليله أيا كان بقى.
لو كان ميكروب، لو كان جسم غريب، لو كان حطام خلايا، لو كانت تجمعات دمويه، لو كانت خليه مسنه، يحطمه وبعدين يبتدي يتخلص منه بطرد هذه المواد الى تيار الدم او الى النسيج اللي موجوده فيه. وبالتالي الطريقه دي طريقه اسمها البلعمه، وعشان كده سميتها خلايا بلعميه، فكانت تبتلع جامل بلعمه، انها تبتلع الميكروب وتمش تمشي بالطرق دي كلها لغايه ما تتخلص منه. هكذا تقوم الخلايا البلعميه الكبيره بالتخلص من الميكروبات. نروح للنوع الثاني اللي هي الدواره او الجواله. الصوره اللي فاتت ليست فقط بتاعه الثابته، ولكنها ايضا بتاعه الثابته والجواله والدواره، نفس الاسلوب. الدواره المكان اختلف، لا توجد في الانسجه، ولكنها مكانها فين؟ مكانها انها بتمشي في الدم. طيب دم ولم دورها رقم واحد زي دور الثابتة، التهام الأجسام الغريبة، وتشمل محتوى كلمة أجسام غريبة تفتح قوسين وتكتب كل اللي أنا قلت عليه من قبل. هي مسؤولة عن أي تجلطات دموية تخلصني منها، هي مسؤولة عن أي حطام خلية نتيجة حدوث جرح وتمزق، هي مسؤولة عن أي ميكروب يدخل إلى تيار الدم تقضي عليه، هي مسؤولة عن أي فيروس، هي مسؤولة وهكذا. يعني ما شاء الله هي بتكافح بشكل رهيب لأنها متجولة. وظيفتها الثانية، احنا عارفين ان الميكروب بيدخل ما بيدخلش في صورة فردية، ولكنه ممكن يدخل بصورة جماعية ويدخل بأعداد قد تكون تصل الى عدة الاف. فدخول الميكروب بهذا العدد، لا تستطيع الخلايا البلعمية الدوارة ان تقضي على كل الميكروب، فتستحتاج الى معاونة زي ما احنا متفقين قبل كده وقلت لكم ان في بين اعضاء الجهاز المناعي وبعضه وبين الخلايا المناعيه وبعضها لازم يكون في نوع من التكامل الوظيفي بيكملوا عمل بعض. فالخلايا البلعميه الكبيره عندما تبتلع ميكروب من هذا النوع تاخد المعلومات بتاع هذا الميكروب اللي هي بتبقى محموله على سطح الميكروب في صوره اسمها انتيجينات، تاخد هذه المعلومات وتنقلها لمن؟ تاخد هذه المعلومات وتنقلها بعد ذلك الى الخلايا المناعيه المتخصصه. يبقى الوظيفه الاخرى غير التهام الميكروبات هي نقل المعلومات الخاصه بالميكروب. كلمه معلومات يعني حاجه كتابيه؟ لا طبعا. امال يعني ايه معلومات؟ يعني الانتيجينات اللي موجوده على سطح الميكروب، لان كل ميكروب له انتيجينات معينه، وانتيجيناته هي معلوماته اللي يمكن من خلالها تنبيه الخلايا المناعيه المتخصصه كالبائية والتائية للقضاء على هذا الميكروب باستجابة مناعية مناسبة. يبقى حملت المعلومات اللي جمعتها عن الميكروبات أو الأجسام الغريبة وراحت نقلتها للخلايا المناعية المتخصصة والموجودة سواء في الغدد أو العقد الليمفاوية أو في كل أعضاء الليمفاوية أو حتى لو في الدم. الوظيفة الثالثة، تحس الخلايا المناعية على أداء وظيفتها. يعني إيه؟ يعني تجهز الخلايا المناعية. فتبتدي القصة ازاي؟ تبتدي القصة نمرة واحد تبتلع الميكروب، نمرة اتنين جمعت المعلومات ونقلتها الى الخلايا المناعية المتخصصة، نمرة تلاتة افرزت مواد ادت لتنشيط الخلايا الايه؟ الخلايا المناعية، وبالتالي جهزت الخلايا المناعية الوسائل والدفاعات بتاعت الخلايا الاخرى المتخصصة زي البائية لما تنتج أجسام مضادة، وزي التائية، وزي القاتلة إلى آخره في الاستجابات المناعية. وبالتالي أقدر أحط تصور لهذا الشكل من خلال عايز أعمل تصور خطوات واحدة بواحدة عشان أعرف إزاي بتقوم بهذا الدور. البداية دي إحدى الخلايا البلعمية الكبيرة أهي، وده الميكروب أو البكتيريا. خلايا البلعمية الكبيرة عندها نواة كبيرة كده أهي، وعندها اللايسوسومات اللي هتقدر تقضي بيها على الميكروب. الخطوة الثانية، هضمت الميكروب فعملت الخلية ديت
اللي هي نقلت الانتيجينات اللي كانت موجودة على السطح هنا وحطتها على جسمها من فوق كده. يبقى اللي حطيته ده هي الانتيجينات اللي كانت موجودة على الميكروب. يبقى ده طريقة نقل المعلومات. يبقى المجموعة الخضراء دي الانتيجينات اللي كانت بتاعت النواة الحمراء، آسف، اللي بتاعت الميكروب الأحمر. عشان كده احنا ممكن نمسح ده ونرجع نعمل عشان يبقى الميكروب باللون الأحمر وكأن الانتيجينات بتاعته اهي. المرة التانية ادي خلية البلعمية بعد ما التهمت الميكروب، فين بقى انتيجيناته؟ اهي الانتيجينات حطيتها على سطح الخلية البلعمية الكبيرة كمعلومات تنقلها المن، كمعلومات تنقلها للخلايا المناعية المتخصصة. يبقى الخطوة الأولانية أخذت الميكروب، الخطوة الثانية جمعت المعلومات بتاعته. طب لما تيجي خلية ثالثة تتصل بيها، وليكن الخلية اللي هي البائية أو التائية، دي خلية وليكن بائية، خلية وليكن تائية، الخلايا دي بيتم تنشيطها بمادة اسمها الانترليوكينات. يبقى هنا في رسالة هتبعتها لخلية زي التائية. التائية هنا بتجيلها مادة هقولها دلوقتي اسمها انترليوكينات، دي تعتبر مادة ايه؟ مادة منشطة. يبقى عملت حاجتين اتنين، نمرة واحد نقل المعلومات عن الميكروب او الجسم الغريب الى الخلايا المناعية المتخصصة زي التائية كده. والوظيفة التانية اللي هي تحفيز او تنشيط او تنبيه الخلايا المناعية المتخصصة عشان تعمل استجابة مناسبة. خطوة اللي بعد كده الخلية TH ديت اللي هي استجابت وتم تنشيطها، هتروح ترتبط الخلية TH اسمها TH المساعدة، هتروح ترتبط بالخلية وليكن البائية. يبقى هتروح تنتقل بالخلية البائية، تبقى دي البائية، وبرضو هتصب عليها انترليوكينات. ليه بقى؟ علشان تنشط البائية. يبقى البلعمية نشطت تي اتش، وتي اتش راحت نشطت البائية. البائية لما تنشط تنقسم وتديني بعد كده بائية اسمها بائية بلازمية. تبقى هتديني بائية بس اسمها بائية بلازمية نتيجة التنشيط والانقسام. نشطت وانقسمت، والبائية البلازمية هي اللي هتنتج لي في النهاية الأجسام المضادة. يبقى هي اللي هتديني الأجسام المضادة. يبقى دي أشكال تميز أجسام مضادة. يبقى انتجت لي أجسام مضادة. أنا قلت لكم القصة بتبتدي إزاي لغاية ما انتهت بتكوين أجسام مضادة على سبيل المثال. فالخطوة الأولى الخلايا البلعمية الدوارة لقت ميكروب أكلته، أخدت معلوماته الوراثية ونقلتها للخلايا المناعية المتخصصة زي تي اتش. وبعدين مش كده وبس، ومن خلال الاتصال ده نشطت الخلايا المناعية المتخصصة علشان تقدر في النهاية تنتج لي استجابة مناعية مناسبة تقضي بها على الميكروب. فأحد هذه الاستجابات هي إنتاج الأجسام المضادة. ده يعتبر إنتاج أجسام مضادة. يبقى التفسير كان مهم جدا ان انتوا تشوفوه بالطريقه ديت. تعال نشوف بقى البلعميه الكبيره وهي بتتغذى على الميكروب. دي البكتيريا اللي موجوده في جسم واحد، ودي خليه بلعميه كبيره، ودي خليه بلعميه كبيره، وهكذا. وده الاسلوب بتاع البلعمه، مش بتاكل واحد واحد، لا، تلتهم كميات كبيره من البكتيريا هي
وتنظف المنطقه اللي كانت موجوده فيها كلها علشان ما يبقاش فيه اي بكتيريا اخرى في هذا الجزء. يبقى طريقه البلعمه كلنا شفناها لما ابتدت تلتهم هذه الاجسام الغريبه او الميكروبات. نروح بعد كده لخامس حاجه. يبقى البلعمية الكبيرة عرفناها، بلعمية من البلعمة كبيرة لأنها أكبر الخلايا الدم البيضاء على الإطلاق. خلايا بلعمية كبيرة في ثابتة وفي دوارة، الدوارة ماشية في الدم، والدوارة هي اللي وظيفتها أكثر تعقيدا من وظائف الثابتة، فالثابتة تلتهم الميكروبات لكن الدوارة هي اللي بتجمع المعلومات وتنقلها للخلايا الليمفاوية مش كده بتقدر توصل لها، وايضا بتنشط الخلايا الليمفاويه اللي هي بنسميها مناعيه متخصصه عشان تؤدي الوظيفه المطلوبه منها وهي القضاء على الميكروب. المواد الكيميائيه المساعده هما اربع مواد: كيموكاينات، انترليوكاينات، متممات او مكملات، وانترفيرونات. الاربع مواد كل ماده ليها تعريف، كل ماده لها دور، لكن مش دي كل المواد الكيميائية اللي موجودة في جسم الإنسان وتنتجها جهاز المناعة للقضاء على الميكروب بأي شكل من الأشكال. نبتدي بالكيموكاينات. كيموكاينات إحدى المواد الكيميائية المساعدة اللي بيزيد تركيزها في الدم عند موضع الإصابة. يبقى عندما يحدث إصابة في الجسم ويكون فيها نسبة ميكروب اللي ممكن يحصل يبتدي تركيز الكيموكاينات يزيد اللي بيفرز من الجهاز المناعي، وزيادة الكيموكاينات تعمل على جذب الخلايا البلعمية الكبيرة نحو موقع الإصابة وتكون بأعداد كبيرة حتى يمكنها أن تخلص الجسم من الميكروب وتمنع انتشاره في الجسم. يبقى كل اللي عملته الكيموكاينات إنها جذبت الخلايا البلعمية الكبيرة نحو موقع الإصابة. عشان كده تملي بنقول كلمة كيموكاينات هي معناها عندي مواد جاذبة تجذب من خلايا البلعمية الكبيرة إلى أي مكان، إلى مكان الإصابة. طب هتجذب الثابتة أم الدوارة؟ ما احنا اتفقنا أن الثابتة في الأنسجة ما بتتحركش، وحتى لما بتيجي تلتقط الميكروبات بتلتقط الميكروبات القريبة منها، لكن هي لا تجري ولا تعدو ولا تتحرك نحو الميكروب، الميكروب هو اللي بيروح لها، بينما في الدوارة هي اللي بتجري ورا الميكروب عشان تخلص الجسم منه. عشان كده قلنا ان الكيموكاينات هي مواد تجذب الخلايا البلعمية الكبيرة الدوارة الى مكان انتشار الميكروب او وجود الإصابة، موقع الإصابة نفسه. المادة التانية اسمها انترليوكاينات اللي من شوية قلتها، والانترليوكاينات هي مواد كيميائية بتعمل اتصال ما بين الخلايا وبعضها. يبقى دورها انها بتعمل اتصال او ربط ما بين الخلايا المناعية وبعضها. شفناها، شفنا البلعمية الكبيرة خاطبت التي اتش ونشطتها من خلال انترليوكاينات، وشفنا تي اتش المساعدة خاطبت البائية ونشطتها برضو بالانترليوكاينات، وهذه هي مواد منشطة. فإذا كانت الكيموكاينات مواد جاذبة فإن الانترليوكاينات مواد منشطة ومحفزة للخلايا. عشان كده هي أداة اتصال بين مين ومين، اتصال وربط بين مين ومين، بين خلايا الجهاز المناعي وبعضه، وممكن تربط ما بين كمان الخلايا الجهاز المناعي وخلايا الجسم الأخرى، بالإضافة طبعا إنها بكده إنها بتساعد بالطريقة دي في تنشيط الخلايا المناعية عشان تستجيب استجابات مناسبة لكي يؤدي الجهاز المناعي الوظيفة بتاعه. يبقى أقدر أتخيل الأمر ماشي بهذه الطريقة اللي احنا هنقول. لو أنا حطيت لكم دي خلية ودي خلية ودي خلية، تمام، الخلايا دي هطلق عليها أسماءهم. دي خلية بلعمية كبيرة. طب والخلية دي؟ دي خلية اسمها تائية مساعدة. طب والخلية دي؟ أقول هي خلية بائية. السؤال كيف يتم التنشيط
بين الخلايا وبعضها، دي تنشط الخلية دي ودي تنشط الخلية دي. ما هي المادة التي يتم التنشيط من خلالها؟ المادة اللي بيتم التنشيط من خلالها هي الانترليوكينات. يبقى لما نعرف ما هي مادة الانترليوكينات، نمرة واحد، هي مش أداة اتصال بالخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا تي اتش، أداة اتصال، هي مش أداة اتصال بالخلايا تي اتش والخلايا البقية أداة اتصال. يبقى أول حاجة هي أداة اتصال بين مين ومين؟ بين الخلايا المناعية وبعضها، ده اللي بيوضحها الشكل اللي فوق، لكن ممكن تبقى بين الخلايا المناعية وخلايا الجسم كمان أداة اتصال. طيب هل هي مجرد أداة اتصال ولا وسيلة تنشيط؟ لا، هي مادة منشطة، منشطة لمين؟ للخلايا المناعية المتخصصة اللي هي البائية والتائية، عالسبورة موجودة منشطة. أيوة، بتنشط مين؟ بتنشط الخلايا التائية وبتنشط الخلايا البائية. لماذا؟ لكي تساعد الجهاز المناعي في أداء وظيفته المناعية. فما هي وظيفته المناعية؟ هي الوظيفة المعروفة، القضاء على الميكروب. كي؟ يبقى أنا في الحالة دي قدرت استنتج دور الانترليوكينات من الشكل اللي أنا حطيته قدامكم ده. مهم جدا ان احنا في كل جزء نحنا نحاول نبسطه نوضحه علشان مش عايزين نحفظ حاجة. المادة الثالثة، سلسلة المتممات او المكملات. اسم على مسمى. يعني ايه اسم على مسمى؟ متمم يعني هناك عمل ناقص ثم تأتي هذه المواد لتكمل هذا العمل او تتممه، عشان كده اسمها متممات او مكملات. فما هو العمل الذي ستقوم به المتممات في أداء الوظيفة بتاعه؟ لو أنا عندي الخلية دي اللي هي البائية وعندي الميكروب، في النهاية الخلية البائية نتيجة تنشيطها بالإنترليوكينات تنتج من؟ تنتج أجسام مضادة. يبقى الخلية البائية بتنتج أجسام مضادة. الأجسام المضادة اللي بديها دايما شكل حرف الواي بهذا الشكل، دي مثال للأجسام المضادة. الأجسام المضادة دي هتروح تعمل ايه الخطوة التانية؟ هتروح ترتبط بالميكروب. يبقى لو الميكروب ده واخد اللون الأصفر ده، دي الميكروبات اللي موجودة في الجسم. كيف ترتبط الميكروبات بالأجسام المضادة؟ تيجي الأجسام المضادة وتروح مرتبطة بهذا الشكل. يبقى شكل حرف الواي ده، ده معمول كده علشان ترتبط بالأجسام المضادة بهذا الشكل. يبقى اللي باللون الأصفر ده الميكروب، واللي باللون الأحمر دي الأجسام المضادة، واللي باللون الأخضر دي الخلية البائية اللي أنتجته. بعد ما ترتبط بهذا الميكروب تبتدي تفرز عليه ايه؟ تبتدي تفرز عليه انزيمات محللة. تبتدي تفرز عليه انزيمات، تبتدي الانزيمات تنزل على الميكروب من موضع بهذا الشكل اهو. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ مواد كانت مرتبطة بالأجسام المضادة اتنقلت وراحت تحلل هذا الميكروب. يبقى المواد اللي بالأزلة دي هي مين؟ هي المتممات أو المكملات. لا موقع ارتباط على الجسم المضاد، يعني متصلة بالجسم المضاد. متى تنشط المتممات؟ المتممات دي امتى تنشط؟ تنشط عندما يرتبط الجسم المضاد بالميكروب، مش في أي وقت. يبقى المتممات إنزيمات، المتممات بروتينات، وإنزيمات تحلل أغلفة الميكروب، تحلل أنتيجينات اللي موجودة على سطحه، تحلل محتواه الداخلي. يعني ما شاء الله مادة أشبه مية النار كده.
يبقى المتممات مواد كيميائية، أقدر أعرفها تعريف دلوقتي ونشوف. فما هي المتممات؟ المتممات هي مواد بروتينية نوعها إنزيمات. متى تعمل؟ تعمل عندما يرتبط الأجسام المضادة أو ترتبط الأجسام المضادة بالميكروب، تبتدي تنشط. تعمل إيه؟ تدمر الميكروبات. كيف يكون التدمير؟ إنها تحلل الأنتيجينات بتاعة الميكروب اللي على سطحه، وهي المواد البروتينية اللي على السطح، تحلل أغلفة الميكروب، تحلل محتوى الميكروب، يعني تخلص كل الميكروب منه. أي ميكروب المرتبط بالأجسام المضادة، يبقى لازم أبقى عارف إنها مش هتنشط إلا بعد ارتباط الميكروب بالأجسام المضادة، مش هتنشط إلا بعدها، وفي نفس الوقت دورها هتعمل اللي احنا قلناه ده. يبقى نشاطها مش هيتم الا بعد ارتباط الاجسام المضادة بالميكروب، بحيث بعد ما يتم الكلام ده وترتبط بالميكروب وتحلله، تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة تبتلع كل هذا المحتوى المتهدم من الخلايا الجرثومية او الخلايا الميكروبية. يبقى الخلايا اصبحت في متناول، او الميكروبات اصبحت في متناول خلايا البلعمية الكبيرة، وكأن الاجسام المضادة كان دورها هو اضعاف الميكروب، والمتممات كان دورها قتل الميكروب، والخلايا البلعمية كان دورها تنظيف الجسم من اثار هذا الميكروب. عشان كده القصة بتبتدي ان الخلايا البلعمية انتجت الاجسام المضادة، اجسام مضادة مشيت في الدم والليمف بحثا عن الميكروب، وجدت الميكروب فارتبطت به. بعد الارتباط به يصبح فرصة للمتممات أن تنشط وتحلل هذه الميكروبات وتذيب محتواها، ثم بعد أن تنتهي من هذا الدور تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة لتنظيف هذا المكان من هذه الآثار بتاعة الميكروب. يبقى الميكروب بقى في متناول خلايا الدم البيضاء فيلتهمها وتقضي على البقية البقية منه، هو كده كده خلاص يعتبر منتهي. يبقى الخطوات اللي بتعملها المتممات وهي مواد إنزيمية. نروح لرابع مادة هي الانترفيرونات. انترفيرونات هي أيضا مواد بروتينية بس منها عدة أنواع، وعلى فكرة هذه المواد الأربعة هي مواد بنقول عليها غير متخصصة، أو معنى صح اسمها مواد تساعد الجهاز المناعي، يعني ممكن تنشط بائية، ده بالنسبة للإنترليوكينات، ممكن نفس المادة تنشط تائية، إذن مش متخصصة. لما أقول كيموكينات بتجذب الخلايا البلعمية الكبيرة نحو موقع الإصابة، ملهاش علاقة. لما أجي أتكلم على المتممات، أي ميكروب هيرتبط بالجسم مضاد هتقضي عليه. نيجي للإنترفيرونات بقى، هي عدة أنواع من البروتينات مش متخصصة بفيروس معين. مين اللي بينتجها؟ بتنتجها الخلايا المصابة بالفيروس مش الخلايا السليمة. ايه دورها؟ ان اول ما يدخل فيروس ويهاجم خلية تبتدي تنتج الخلية المصابة هذه المادة البروتينية اللي هي الانترفيرونات، عشان تتنقل من الخلية المصابة الى الخلية السليمة، عشان الخلية السليمة تنتج انزيم يضاد او يثبت نشاط انزيم نسخ المادة الوراثية بتاعت الفيروس، وبالتالي تعمل الانترفيرونات على عدم الانتشار الفيروس داخل الجسم. وانا حابب ان انا اوضحها لكم بشكل مبسط جدا، وهو هفترض انه عندي خلية في الكبد هاجمها فيروس، يبقى لو انا قلت دي خلية كبدية، طب ودي برضو خلية كبدية، خلايا كبدية متجاورة اهي، دي خلايا كبدية، وبعدين احدى الخلايا اتعرضت للإصابة. ازاي تتعرض للإصابة؟ هنبتدي نشوف. ده غلاف الفيروس اهو، ده فيروس، لكن اللي هيتخش من خلال الفيروس ده هي المادة الوراثية دي. يبقى اللي دخل من الفيروس للخلية هي المادة الوراثية دي. طيب المادة الوراثية يحصل لها ايه؟ تتنسخ منها عدة نسخ، ده التكاثر بتاع الفيروس، اتنسخت. وبعد ما تتنسخ المادة الوراثية، كل مادة وراثية تحط بغلاف من البروتين عشان يتحول لفيروس ثم تنفجر. يعني الخطوة دي نقدر نلخصها ازاي؟ ده الفيروس
اهوت، ودي الخلية المصابة اهي. اول خطوة زي ما قلت لكم يبتدي يدخل المادة الوراثية بتاعته دي تدخل جوه هنا. طب والخطوة التانية؟ الخطوة التانية ادي الخلية المصابة تعمل عدة نسخ من هذا الفيروس اهو، كل دي نسخ من المادة الوراثية. طب الخطوة التالتة ادي الخلية المصابة بس جواها دلوقتي عملت اغلفة لكل مادة وراثية، فبقى ده غلاف 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 غلاف، دي اغلفة، وجوه كل غلاف موجود المادة الوراثية بتاعتها. الخطوة اللي بعد كده اللي ممكن يحصل للخلية المصابة بتاعت الكبد ان هي تنفجر، فلما تنفجر مين اللي يخرج؟ يخرج الفيروسات عشان تروح تهاجم خلايا اخرى، وبالتالي ترجع زي ما كانت اهي. كل خلية من الكبد تهاجم بهذا الفيروس. يبقى الرسم اللي انا رسمته ده بيقول ازاي الخطوات من اول ما يتهاجم الفيروس لغاية ما تنفجر الخلية المصابة. الميت فيروس العمر اللي طلعوا دول يهاجموا 100 خلية كبد تاني ويعملوا نفس القصة. لكن تعال نشوف الجزئية الاخيرة دي بتقول انه لما هاجمها وانتشر جواها الخلية المصابة دي تبتدي تعمل ايه؟ الخلية المصابة تبتدي تبعت للخلية السليمة اللي بعدها انزيم مات تثبط، مش بتبعت لها انزيمات، لا هي بتبعت لها مادة الانترفيرونات، بتبعت لها مادة انترفيرونات اللي هي بلون اخضر. الانترفيرونات هتعمل ايه؟ هتخلي الخلايا دي تنتج انزيمات، الانزيمات دي مثبطة لمن؟ لانزيمات تانية مسؤولة عن تضاعف المادة الوراثية للفيروس فلا ينتشر الفيروس. يبقى دورها انها منعت الانتشار. يبقى الانترفيرونات انواع من البروتينات بتعمل على منع انتشار الايه؟ الفيروس. ده كان الجزء الثاني من حلقة اليوم دقائق، ونعود مرة اخرى مع الجزء الثالث من حلقة الجزء الثاني من الجهاز المناعي اللي هي المكونات الاربعة اللي احنا ابتديناهم، خلايا البلعم الملتئمة والبلعمية وادي المواد الكيميائية المساعدة. مرة تانية واخيرا ان شاء الله في الجزء المتخصص بتاع الجهاز المناعي، وانتوا عارفين ان احنا قسمنا الجهاز المناعي على حلقتين لانه كبير جدا. اخر جزء بقى في الجهاز المناعي اللي هي سادسا الاجسام المضادة. الاجسام المضادة دي هي اخر جزء ومن ضمن اهم جزء موجود. قبل ما اتعرض ليها لازم اقول ان انا عايز اتكلم عن كذا حاجة. ايه هو؟ لو عايز اتكلم على الاجسام المضادة اتكلم ازاي؟ اتكلم ايه الخطوات اللي ممكن امشيها؟ نمرة واحد، لازم اعرف يعني ايه كلمة اجسام مضادة. ده تعريف. التعريف ده بيتضمن ايه؟ خلي بالك التعريف عشان اكتب التعريف ده لازم يتضمن النقاط التالية. النقطة الاولانية نوع المادة، يبقى هو عبارة عن المادة ايه؟ المادة المكونة له. اثنين، ما الاسم الذي يطلق على الاجسام المضادة عليها؟ نمرة ثلاثة، هل لها رمز برمز له؟ نمرة اربعة، هل لها شكل؟ نمرة خمسة، يبقى المادة المكونة لها والاسم اللي بيطلق عليها ورمزها وشكلها، وبعدين الخلايا المنتجة لها مين اللي بينتجها، واخيرا مكانها. لازم التعريف يضمن الست نقاط دول. جاوبهم الاول وبعدين حط لي التعريف. نجاوب السؤال الاولاني، ما هي المادة المكونة لها؟ هي بروتينات. يبقى اول معلومة عرفتها ان الاجسام المضادة مواد بروتينية. وما الاسم الذي يطلق عليها؟ بتسمى بالجلوبيولينات المناعية. تسمى بايه بقى؟
بالجلوبيولينات المناعية. دي نمرة 2. نمرة 3، وما هو الرمز؟ I capital G small. يبقى I G. وما الشكل الذي توجد عليه؟ تاخد شكل حرف الواي. ما نلخبطش بقى، يبقى الواي شكلها والاي جي رمزها. وما الخلايا المنتجة لها؟ هي الخلايا البائية البلازمية. يبقى الخلايا المنتجة لأجسام مضادة اسمها بائية بلازمية، ولا تنتج الأجسام المضادة من أي نوع من أنواع الخلايا تاني. وأين توجد؟ في سوائل الجسم، الدم والليمف ولبن الأم المرضعة. دم وليمف، يبقى السوائل، يبقى المكان. يبقى تخيلوا ان انا جاوبت، انا دلوقتي جاوبت الخمس او الست اسئلة اللي قدامي. ما هي نوع المادة التي يتكون منها الأجسام المضادة؟ هي مواد بروتينية. وما الاسم الذي يطلق عليها؟ جلوبيولينات مناعية. وما رمزها؟ اي جي. وما شكلها؟ حرف واي. وما الخلايا المنتجة لها؟ هي البائية البلازمية. وأين توجد؟ توجد في الدم والليمف. حط لي بقى تعريف، اجمع كل ده واعمل لي بيه تعريف. اما حط التعريف، فما هي الأجسام المضادة؟ حط بقى تعريف كده لكلمة الأجسام المضادة. هي مواد بروتينية تسمى جلوبيولينات مناعية، يرمز لها بآي جي، وتوجد على شكل حرف الواي، تمام؟ وتنتجها من؟ الخلايا البائية البلازمية. وتوجد فين بقى؟ وتوجد في سوائل الجسم مثل الدم والليمف. خلص التعريف. يبقى انا تعريفي مش حفظته، انا فصصته الاول، قلت مين هي المادة اللي بتدخل في تكوين هذا النوع من المواد الكيميائية. معه مواد كيميائية زي الخمسة اللي قلناهم، الاربعة اللي احنا قلناها، يعتبر بروتين. فالاجسام المضادة بروتين. اثنين، تسمى جلوبيولينات مناعية، ده الاسم المقابل لكلمة أجسام مضادة. يعني ممكن تقول عليها أجسام مضادة، ممكن تقول عليها جلوبيولينات مناعية. هو ده اللي جه منها الرمز اي جي. خلي بالك ان الاي كابيتال والجي سمول. الشكل ممكن يتواجد عليه البروتين دوت على شكل حرف واي، يبقى بينتظم في شكل حرف واي. مين الخلايا المنتجة له؟ الخلايا المنتجة له هي الخلايا البائية البلازمية. طيب مكانها الدم، الليمف، واحيانا موجود في لبن الامهات المرضعات. ده مهم جدا ان احنا نعرفه. طيب الجزء الثاني، خلاص احنا عرفنا بعض المعلومات عنه، كيف تنتج. يبقى النقطة اللي بعد كده، كيف يتم انتاج الاجسام المضادة؟ كيف يتم انتاج الاجسام المضادة؟ كيف يتم نضج او انتاج الاجسام المضادة؟ تبتدي القصة كالآتي، ونستحملوني كده في القصة دي واحدة بواحدة، خطوة بخطوة. اولا الاجسام المضادة تنتج في حالة تعرض الجسم للإصابة، سواء كانت ببكتيريا سواء كانت بفيروس. يبقى الاجسام المضادة هي وسيلة المكافحة البكتيرية والمكافحة الفيروسية. دخل ميكروب او دخل بكتيريا او فيروس. هفترض ان البداية انه دخل ميكروب او فيروس انفلونزا. اوكي. يبقى ده اما ميكروب وصنافه. هل هو فيروس؟ هل هو بكتيريا؟ الى اخره. خطوة الاولى، مين اللي بيتعرف على الميكروب؟ اللي بيتعرف على الميكروب وحيبتدي يتعامل معاه هي الخلية البلعمية الكبيرة. خلية بلعمية كبيرة نوعها دوارة جوالة.
بعد ما تاخد الميكروب زي ما اتعلمنا هتاخد المعلومات الوراثية فتنقل المعلومات الوراثية إلى الخلايا المتخصصة. يبقى مين الخلايا المتخصصة اللي هتخاطب بيها الخلايا البلعمية؟ الخلايا البلعمية دي هتنقل المعلومات وتنشط. هتنشط مين؟ هتنشط بواسطة مادة انترليوكينات. هتنشط خلية اسمها تي اتش. تي اتش هتنشط مين؟ هتنشط خلية اسمها بائية برضو بنفس المادة. يبقى الميكروب دخل خلى البلعمية الكبيرة تلتئم وتجمع معلومات عنه وتنشط تي اتش وتي اتش تنشط البي البائية. البائية يحصل لها انقسام. فلما تنقسم وتمايز للخلايا فتديني نوع بائية اسمه بائية بلازمية. يبقى القصة البلعمية الكبيرة أخذت معلومات عن الميكروب وفي نفس الوقت نشطت التي اتش بالانترليوكينات، تي اتش نشطت البائية برضو بالانترليوكينات، نشطت البائية وانقسمت إلى بائية بلازمية. البائية البلازمية تعمل ايه؟ بتنتج أجسام مضادة. يبقى هنا هتنتج أجسام مضادة. إنتاج الأجسام المضادة دي. يبقى مين اللي أنتج الأجسام المضادة من خلال التخطيط اللي أنا قلته؟ اللي أنتج الأجسام المضادة هي البائية البلازمية اللي جت من نشاط البائية، والبائية اتنشطت بتي اتش، وتي اتش اتنشطت من البلعمية الكبيرة. حس كده في علاقات، في أداة اتصال. الأجسام المضادة تعمل إيه مع الميكروب اللي باللون الأحمر؟ تبتدي ترتبط هذه الأجسام المضادة بالميكروب اللي هو قلنا عليه أهو. يبقى ارتبطت الأجسام المضادة بالميكروب. يبقى ارتباط الأجسام المضادة بالميكروب. ارتباط أو الأجسام المضادة بالميكروب. خلاص ارتبطت، تبتدي بقى إما المتممات تقوم بالتحليل أو تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة ما شاء الله اللي باللون الأخضر ديت أهي، تبتدي تاكل مين البلعمية الكبيرة تاني؟ البلعمية الكبيرة تبتدي تلتهم هذه الأجسام المضادة المرتبطة بالميكروب الذي أصبح ضعيفا وبالتالي يتم التخلص منه. السؤال، من الذي أنتج الأجسام المضادة؟ الإجابة البلعمية البائية البلازمية على طول ولا تسبقها خطوات؟ لا بتسبقها خطوات. صحيح خطوات دي إحنا مش هنقولها تفصيليا في الدرس بتاع النهاردة لأنها هتتقال تفصيليا بعد ذلك. تعال نستعرض مع بعض الجزء بتاع الأجسام المضادة ديت ونقول الأنواع كمان. الأجسام المضادة لها خمسة أنواع: IgM، IgA، IgG، IgE، IgD. هي بناخد حروف كلمة ماجن. حاجة تانية برضو مهمة جدا، لازم تبقى عندك معلومة عن كلمتين بنستخدمهم كتير. ايه هما الكلمتين اللي بنستخدمهم كتير؟ كلمة انتيجينات او مولدات الضد او المستضدات. يبقى الانتيجينات هي مولدات الضد، هي المستضدات. المستضدات ايه بقى؟ لو حبيت اعرف الكلام ده يعني ايه كلمة انتيجين اقدر احط له تعريف. الانتيجينات هي مواد بروتينية توجد على سطح اغلفة حاجتين اتنين: الميكروبات اللي هي في صورة البكتيريا، وعلى اغلفة الفيروسات. يبقى هي بروتين له شكل في الفراغ. يبقى الانتيجين ده بيكون له شكل في الفراغ، له شكل في الفراغ. يبقى الانتيجينات هي مواد مولدات الضد، هي المستضدات، هي البروتينات اللي بتوجد على سطح الايه؟ اغلفه البكتيريا. طب اخد مثال كده، لو قلت ان دي بكتيريا
يبقى مين اللي موجود على سطح البكتيريا؟ اللي موجود على سطح البكتيريا ديت هي اسمها انتيجينات. تبقى البكتيريا توجد على سطحها بروتينات اسمها انتيجينات اللي انا حطيتها لكم باللون ده. يبقى اللي موجود ده اسمه بكتيريا اهي، لكن دي اسمها انتيجين. وممكن انتيجين يبقى موجود كده في الدم. يبقى الانتيجينات هي مواد بروتينيه موجوده على سطح الميكروب، وده اللي بقدر استدل منه. طيب عندي حاجه تاني هي المستقبلات المناعيه. المستقبلات المناعيه تعرفها. ما هي المستقبلات المناعيه؟ برضو مواد بروتينيه. هي مواد بروتينيه توجد فين؟ المستقبلات المناعيه هي مواد بروتينيه بتوجد المره دي على سطح الخلايا المناعيه المتخصصه. زي مين كده؟ زي البائيه وزي التعيه. يبقى اين يوجد الانتيجين؟ لا ده على سطح الميكروب. اين يوجد المستقبل؟ ده على سطح الخلايا المناعيه المتخصصه للبائيه والتائيه. كل انتيجين لازم يكون له مستقبل. طب ما نرسم خليه زي الخليه البائيه ديت ونرسم المستقبل عليها ازاي. دي الخليه البائيه، دي البائيه. فين المستقبلات اللي عليها؟ اهي ده مستقبل عامل كده، وده مستقبل عامل كده، وده مستقبل عامل كده، وده مستقبل عامل بنفس الشكل ده، وهكذا نفس الكلام هنا. هي المستقبلات دي خدت بالك عبارة عن ايه؟ اذا كانت دي بائية فده مستقبل بالنسبة لها، يبقى ده مستقبل مناعي. مستقبلات المناعية موجودة على سطح الخلايا المناعية المتخصصة البائية والتائية. الانتيجينات موجودة على السطح بتاع البكتيريا. تخيل لما يقربوا من بعض ايه اللي ممكن يتم؟ يحدث تطابق ما بين مين ومين؟ هيحدث تطابق ما بين الانتيجين اللي على سطح الميكروب مع المستقبل الموجود. فاذا حدث التطابق يبقى الخلايا البائية دي هي اللي هتتعامل مع البكتيريا دي. فكل ميكروب بيدخل جسمك بيحمل على سطحه أنتيجينات، سيتكون له خلايا بائية تحمل مستقبلات تستطيع أن ترتبط مع هذه الأنتيجينات. وبالتالي طب لو كان الأنتيجين واخد شكل المثلث كده مثلا في الفراغ، تفتكر لو أنا عندي خلية بائية أو تائية تفتكر الشكل بتاع السطح بتاعها عامل إزاي؟ لازم السطح يبقى كده وآدي الشكل بتاعها. ليه بقى عملتها بالشكل ده؟ عشان يحدث التطابق ما بين الاثنين دول. إذن في انتيجينات في مستقبلات. الانتيجينات بروتينات والمستقبلات بروتينات. الانتيجينات تمثل المفتاح اللي هيدخل، بينما المستقبلات تمثل القفل اللي هيتدخل فيه. يبقى لازم يكون كل مفتاح له قفل معين، او كل قفل ليه مفتاح معين، مش اي مفتاح يقدر يتطابق مع اي قفل. عشان كده تملي نقول العلاقه ما بين الانتيجينات والمستقبلات كالعلاقه بين القفل والمفتاح. بس السؤال مين فيهم القفل ومين فيهم المفتاح؟ بص كده على الرسم، الانتيجينات المفتاح والقفل هو المستقبلات، لان يعني مين اللي بيدخل في مين؟ مين؟ وبالتالي يبقى اين توجد الانتيجينات؟ أين توجد المستقبلات؟ الأنتيجينات هي مولدات الضد، هي المستضدات، هي الموجودة على سطح غلاف من ومن؟ بكتيريا وفيروسات. أما المستقبلات فهي المواد البروتينية اللي موجودة على سطح الخلايا المناعية المتخصصة بي وتي، بأي وتأي. فإذا تطابق الأنتيجين اللي على سطح الميكروب مع المستقبل يستطيع الخلية أن تتعرف على الميكروب وتنشط وتقضي عليه. عشان كده من نعمة ربنا علينا أن كل الأنتيجينات اللي موجودة على سطح كل الميكروبات يقابلها في جسمنا خلايا مناعية تحمل مستقبلات لهذه الأنتيجينات، أو تقدر تكون هذه المستقبلات
اثناء دخول الميكروب. يبقى نرجع بقى للكلام المكتوب، وهو اول حاجه على سطح البكتيريا مواد تسمى ايه؟ قلنا انتيجينات، واسمها مولدات الطب، وهي المستضدات. نوعها ايه؟ هي مواد بروتينيه. طب الخلايا مثلا المتخصصه زي الباقيه تتعرف على الانتيجينات عن طريق مين؟ عن طريق المستقبلات اللي موجوده على سطحها، حيث ترتبط المستقبلات الموجوده على سطح الخلايا الباقيه مع الانتيجينات الموجوده على سطح من؟ الموجوده على سطح الميكروبات. لازم يحدث ارتباط، ومش هيتم الارتباط الا لو تم التطابق. تمام. طيب خلايا البائيه اول ما بترتبط بالانتيجين عن طريق مستقبلاتها تبتدي تنشط وتنقسم وتكون بائيه بلازميه، تنتج من؟ تنتج الاجسام المضاده اللي سميناها جلوبيولينات مناعيه، اللي اديناها رمز الاي جي. اجسام المضاده ما بتشتغلش لوحدها غالبا. قلنا الاجسام المضاده بمعها جزيئات انزيمات تسمى متممات. فاذا ما ارتبط الجسم المضاد بالميكروب تبتدي تفرز عليه او تنشط هذه المواد الكيميائيه المتممات اللي تعمل على تحليل واذابه محتوى البكتيريا، والتي تجعلها في متناول الخلايا البلعميه الكبيره لتلتهمها. هل اجسام مضاده نوع واحد؟ لا، انواع عديده، منها الاي جي ام، الاي جي جي، الاي جي دي، الاي جي اي، الاي جي اي. يبقى انا عندي مجموعه متنوعه من الاجسام المضاده، لكن تحت كل نوع في انواع فرعيه، لان انواع الاجسام المضاده لا حصر لها. كل نوع من الاجسام المضاده ديت لا يرتبط الا مع انتيجين ميكروب معين، وبالتالي انواعها اي جي ام، اي جي جي، اي جي دي، اي جي اي، اي جي اي، ونقدر نقول عليهم اكتمالا كده ماجد. وادي الشكل اللي يميزهم: اي جي جي، اي جي اي، اي جي اي، اي جي دي، اي جي ام. مهم جدا تبقى عارف ان دي الانواع الرئيسيه من الاجسام المضاده. في اختلاف الاي جي ام عن الباقيين، لان الاي جي ام فيه خمس مكونات من هذا النوع. يبقى لو انا قلت كيفيه انتاج الاجسام المضاده زي ما شرحتها بالتفصيل، خلايا البائيه لما ترتبط بالانتيجين عندما يدخل للمره الاولى تبتدي تنشط البائيه وتنقسم وتكون بائيه متخصصه اسمها بائيه بلازميه. البائيه البلازميه ديت اللي نتجت عن انقسام هتنتج لي نوع واحد من الاجسام المضاده عشان يضاد نوع واحد من الانتيجينات اللي موجوده عندي. خلايا البائيه ارتبطت بالانتيجين، وتبتدي بعد كده الاجسام المضاده تمشي في الدم وتمشي في الليمف بحثا عن الميكروب حتى يمكن الارتباط به والقضاء على عليه، ويبقى في متناول الخلايا البلعميه الكبير. يبقى انا عندي مجموعه من المعلومات: الشكل على شكل حرف واي، المكان في الدم والليمف وبعض سوائل الجسم الاخرى في الانسان والحيوان، الحيوانات الفقاريه. طيب انتاجها، خلاص اتفقنا ان البائيه المتخصصه هي المسؤوله، او البلازميه هي المتخصصه عن انتاج الاجسام المضاده. يبقى عرفنا مجموعه من المعلومات عن الشكل، لكن يتبقى لنا جزئين: جزء متعلق بتركيب، وجزء متعلق بطرق عمل الاجسام المضاده. دقائق ونستكمل عمل او الجزء الخاص بالاجسام المضاده. الجزء الاخير من حلقه اليوم بنستكمل فيه الجسم المضاد او الاجسام المضاده. كان متبقي لينا التركيب وطرق العمل، بس خلي بالك في التركيب. التركيب لو انا وضحت الاذرع بتاعته، اولا شكل الواي اهو، ادي سلسله اسمها سلسله طويله اهي، تتكون من احماض امينيه عشان تكون هذا البروتين، والسلسله الموازيه ليها اهي برضو سلسله طويله، واي سلسله من البروتين بتبقى كبيره زي ما احنا رسمناها كده بنقول عليها ثقيله. يبقى السلسلتين دولت ثم سلسلتين تانيين بيكونوا
السلاسل المرة دي اهي، بس المرة دي السلسلة دي سلسلة قصيرة اهي. يبقى عندي سلسلتان طويلتان وسلسلتان قصيرتان. ادي السلسلة الطويلة وادي السلسلة القصيرة. يبقى أنا عندي كم سلسلة؟ عندي أربع سلاسل. يعني إيه سلسلة؟ يعني سلسلة عديد ببطايد، يعني مركب كيميائي. مما يتكون كل سلسلة؟ كل سلسلة من عديد الببطايد بتتكون من أحماض أمينية. وما نوع الروابط التي تصل أو تربط بين الأحماض الأمينية وبعضها؟ كلها من النوع الروابط الببتيدية. طيب سلسلة روابط ببتيدية، لكن لما تيجي السلاسل ترتبط ببعضها هناك روابط أخرى قد تكون هيدروجينية وقد تكون كبريتيدية ثنائية. تعال نشوف كيف ترتبط السلاسل ببعضها. ترتبط السلاسل بعضها برابطة كبريتيدية أهي ثنائية، برابطة كبريتيدية ثنائية، وآدي رابطة وكمان رابطة، يبقوا اثنين. عدد الروابط الكبريتيدية الثنائية عددهم في كل جزء من الجسم المضاد عددهم أربعة. بتوجد فين؟ عندي رابطتين بين السلسلتين الطويلتين الثقيلتين، وعندي رابطة بين كل سلسلة طويلة وسلسلة قصيرة. دول أربعة زي ما أنتم شايفين. الأربعة التالتة اللي بعد كده اللي هم مين؟ اللي هي مواقع الارتباط. تعال نشوف هنا في موقع أهو اسم موقع ارتباط، وادي موقع ارتباط. موقع الارتباط دوت اهو، يبقى ده موقع اسمه موقع ارتباط. الفراغ اللي انا سبته ده اسمه موقع ارتباط، وهو برضو اللي هنا اهو. ده موقع اسمه موقع ارتباط. ارتباط بمين؟ ارتباط بالانتيجين. هل في مواقع ارتباط لحاجة تانية؟ ايوة. اللي هي مين؟ اللي هي مواقع الارتباط بالمتممات. ادي موقع ارتباط بالمتممات، وادي موقع ارتباط بالمتممات. يبقى هنا الموقع ده اسمه موقع ارتباط بالمتممات، اللي انا حطيتهم باللون الاصفر دول. طيب لو قسمت جزئين هلاقي ان الشكل قدامي في جزء ثابت وفي جزء متغير. لو انا اخدت خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، والجزء ده اسمه جزء متغير. الجزء ده يبقى ده جزء متغير، بينما الجزء المتبقي هو جزء ثابت. يبقى أنا عندي جزء ثابت وجزء متغير. يبقى عندي كام سلسلة؟ أربع سلاسل. عندي كام رابطة؟ أربع روابط. عندي كام موقع ارتباط؟ عندي أربع مواقع ارتباط. طيب عندي كم جزء ثابت وجزء متغير؟ هو جزء ثابت وجزء متغير، وهوضحهم على الرسم. في جزء اتعوج فيه السلسلة الطويلة، حصل فيها ميل، بيسموه جزء متمفصل، بيسمح بالحركة شوية. يبقى في سوستة كده كأنها بتتحرك يعني. طيب نكتب بياناتنا. بياناتنا بتقول نمرة واحد، الجزء ده اسمه جزء متمفصل في حركة. طيب لو انا قلت السلسلة دي اسمها سلسلة ايه؟ اسمها سلسلة قصيرة، وكل سلسلة قصيرة هي خفيفة. خفيفة. طيب طب والسلسلة دي؟ لا دي سلسلة طويلة، والطويلة تعتبر ثقيلة مش خفيفة. سلسلة ثقيلة.
يبقى عندي سلسلة قصيرة خفيفة وسلسلة طويلة ثقيلة. عندي كم موقع له علاقة بالارتباط؟ عندي موقع اهو اسمه موقع الارتباط بالانتيجين. طب ده كم موقع؟ ادي موقع وادي موقع تاني شارك فيه السلسلتين، بينما الموقع ده اسمه موقع الارتباط بالمتمم. انا عندي موقع ارتباط بالانتيجين، موقع ارتباط بالمتمم، عندي سلسلة طويلة، عندي سلسلة قصيرة. الجزء ده من السلسلتين بسميه جزء متغير، جزء متغير، بينما الجزء اللي باقي ده وده اسمه جزء ثابت. يبقى لما شرحت التركيب جزء جزء مكوناته لقيت انا امام اربع سلاسل عجيد البيبتايد، اربع روابط كلها كبريتيدية ثنائية، اربع مواقع ارتباط، اتنين بالانتيجين، وعندي جزء ثابت وجزء متغير وجزء متمفصل. ده هو التركيب، عندي اربع سلاسل، اربع روابط، اربع مواقع ارتباط. اربعة هي السر في كلمة اربعة. اربع سلاسل اوصفهم، السلاسل دي سلسلتان طويلتان ثقيلتان وسلسلتان قصيرتان خفيفتان. ترتبط السلاسل بعضها بروابط نوعها كبريتيدية ثنائية، توزيعها رابطة بين سلسلة قصيرة وسلسلة طويلة، ورابطة أخرى بين السلسلة الطويلة والسلسلة القصيرة، ورابطتين بين السلسلتين الطويلتين. واضح. يحمل جسم المضاد أربع مواقع، موقعي للارتباط بأنتيجين الميكروب، وموقعي بالارتباط بجزيئات المتممات التي إذا نشطت ستؤدي إلى إذابة محتوى الميكروب وأغلفته وأنتيجيناته. ده هو التركيب. طب نشوفه تاني من خلال الصورة اللي موجودة عندنا له اهو، نفس الكلام اللي انا شرحته، ما عندناش فيه مشكلة. سلسلتين الطويلتين باينين، السلسلتين القصيرتين برضو ما باينين، الجزء الغامق من السلسلة اللي فوق جزء متغير، والجزء الفاتح الباقي من السلسلة جزء ثابت. تسألني يعني ايه جزء متغير يعني ايه جزء ثابت؟ جزء متغير هو الجزء الذي يتغير فيه الجسم المضاد من جسم مضاد لجسم مضاد آخر، يبقى لا يتشابه الأجسام المضادة في الجزء المتغير. طب والجزء الثابت هو الجزء الذي يكون متواجد وثابتا لدى كل أنواع الأجسام المضادة بنفس الشكل بنفس التركيب. يبقى الاختلاف في الجزء المتغير مش في الجزء الثابت. عندي موقع ارتباط بالأنتيجين شايفينه فوق، وعندي موقع ارتباط بالمتمم، عندي جزء متمفصل اهوت، وعندي الاربع سلاسل، وبعدين عندي الروابط الاربعه اللي هي رابطه كبريتيديه ثنائيه. الرسم مفيهوش فيه ادنى مشكله. نقول بقى التركيب المره الثالثه. في زوج من السلاسل البروتينيه الطويله تسمى سلاسل ثقيله، شفناها، وعندي زوج من السلاسل البروتينيه القصيره تسمى بالسلاسل الخفيفه، واخيرا ارتبطت السلاسل ببعضها بروابط كبريتيدية ثنائية عددها أربعة. نروح لمواقع الارتباط. مواقع التعرف عندي موقع، موقعين متماثلين لارتباط الجسم المضاد بالأنتيجين، خلي بالك كلمة متماثلين يعني، وعندي جزء متغير بيختلف فيه الجسم المضاد عن الجسم المضاد الآخر، وعندي جزء ثابت اللي بيتشابه في كل الأجسام المضادة. مواقع الارتباط بالأنتيجين هي المواقع التي تستطيع أن تتطابق وترتبط مع الأنتيجينات اللي على سطح الميكروب بنظرية القفل والمفتاح. القفل هو موقع الارتباط بالأنتيجين على جسم مضاد، والمفتاح هو الأنتيجين نفسه. فلما يحدث ارتباط هيكون لي مركب كيميائي ناتج عن ارتباط الأنتيجين بالجسم المضاد، يبقى كأنه ارتباط بروابط كيميائية بكل حاجة.
الجزء اللي فيه بقى موقع الارتباط بالانتيجين سميته الجزء المتغير، وعرفته ليه؟ لانه بيتغير من جسم مضاد لجسم مضاد اخر. لكن الجزء الثاني من الجسم المضاد سميته الجزء الثابت. ليه ثابت؟ لانه ثابت من حيث الشكل ومن حيث التركيب ومن حيث الاحماض الامينيه المشاركه في تكوينه، من حيث عددها نوعها، ده في كل اجسام مضاد. وبالتالي يبقى عندي اجسام مضاده متماثله في الجزء الثابت ومختلف في الجزء المتغير. فما سبب الاختلاف؟ كيف يتم الاختلاف؟ اولا الاختلاف ده يساعد على ان تكون هنا مواقع ارتباط بالانتيجين تختلف حسب نوع الانتيجين، بحيث تقدر تتطابق مع اي انتيجين موجود. طيب كيف تشكل الجزء المتغير؟ كيف يشكل الموقع بتاع الارتباط بالانتيجين؟ يتم تشكيله بسبب اختلاف عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية في هذه السلسلة. عدد الأحماض الأمينية، فقد يكون في أحد الأجسام المضادة 25 حمض، فهمت؟ في جسم مضاد تاني قد يكون 30 إلى آخره. خاصة أن بيدخل في تكوين البروتينات 20 نوع من الأحماض الأمينية، بشكل عدد لا نهائي من البروتينات. السبب الأساسي كمان الروابط الهيدروجينية اللي قد تنشأ بين قطع أو أجزاء من الأحماض الأمينية. وبالتالي الروابط الهيدروجينية تعمل زوايا فراغية ينشأ عنها تجاويف أو ينشأ عنها ارتفاعات، يعني إما منخفض أو مرتفع، زي ما حصل في الأنتيجين وزي ما حصل في المستقبلات. مواقع الارتباط بالأنتيجين، هذه المواقع هي مواقع يتغير شكلها باختلاف نوع الجسم المضاد، وسبب تغير الشكل يرجع لاختلاف الموقع ده عن الموقع الآخر في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية والروابط الهيدروجينية اللي ممكن تشكل هذا الفراغ. يبقى اتحدد اهو الكلام اللي انا كنت بقوله، تخصص كل جسم مضاد من خلال تشكيل الأحماض الأمينية المكونة لسلسلة عديدة البطايق. فتتابع الأحماض الأمينية وأنواعها بيعمل شكل فراغي بيختلف من جسم مضاد لجسم مضاد آخر، وبناء على ذلك سمينا الجزء ده بالجزء المتغير، وهو المسؤول عن الارتباط ما بين الأنتيجين. طيب يبقى عندي جزء مهم جدا لازم أخد بالي منه، وهو أنتيجين وجسم مضاد والتطابق. فهقول لكم على سبيل المثال مجموعة كده من البكتيريا هاجمت الجسم. دي بكتيريا سميتها A، ودي بكتيريا سميتها B، ودي بكتيريا سميتها C. تحمل كل بكتيريا من الأنواع الثلاثة على الأنتيجينات. آدي الأنتيجينات واخدة الشكل ده، آدي الأنتيجينات واخدة الشكل ده، آدي الأنتيجينات واخدة الشكل ده. ده أشكال من الأنتيجينات. تمام، نيجي للأجسام المضادة. لو أنا رسمت جسم مضاد وقلت لكم آدي السلسلة الطويلة وجنبها السلسلة القصيرة، دول سلسلتين طويلة وقصيرة، ونشأ ما بينهم موقع التعرف ده كده، ده موقع التعرف. ده موقع تعرف. طيب هفترض ان في جسم مضاد تاني اهو، ادي السلسله اللي الداخل طويله وادي السلسله اللي الخارج القصيره، والمره دي شكل الجزء عامل كده، ده موقع الارتباط بالانتيجين عامل كده. يبقى ده موقع وده موقع، شكل مختلف. طب لو قلت جسم مضاد ثالث، جسم مضاد الثالث اهو، ادي السلسله الطويله، ادي السلسله القصيره، وموقع الارتباط عامل كده. يبقى موقع الارتباط بالانتيجين اهو، موقع الارتباط بالانتيجين، موقع الارتباط بالانتيجين. يبقى انا عندي A و B و C، وعندي ارقام 1 و2 و3.
من خلال التطابق اللي قدامك، مين يرتبط مع مين؟ لو بصيت على الانتيجينات دي الاقي ان الاي هترتبط مع الجسم المضاد رقم 2 وليس اي جسم مضاد تاني. يبقى ليه الاي ارتبطت مع الجسم المضاد رقم 2؟ لان الشكل اللي عمله ايه لا يتطابق مع اي جسم مضاد الا ده. طيب لو قلت البي، الخليه بي، ميكروب بي يحمل على سطحه انتيجينات، اي من الاجسام المضاده تستطيع ان تتطابق معه؟ رقم 3، لان الشكل المستدير ده يقدر يستقر في الفراغ ده، لكن ما ينفعش هنا وما ينفعش هنا. وبالتالي تبقى الميكروب سي يحمل انتيجينات بتاعته بالشكل اللي انتوا شايفينه لا تتطابق الا مع رقم 1. يبقى انا عندي هنا تطابق تم. طب السؤال، هل الخلايا البائيه اللي انتجت رقم 1 هي نفس نوع الخلايا البائيه اللي انتجت رقم 3 هي نفس نوع الخلايا البائيه اللي انتجت رقم 2؟ الاجابه لا. دي بائيه بلازميه تختلف عن دي، بائيه بلازميه تختلف عن دي، بائيه بلازميه. دي بائيه بلازميه الف، دي بائيه بلازميه جيم، دي بائيه بلازميه ب. الف وب وج. خليه البائيه اللي هي هديها الف ادتني دي، والبائيه اللي هي ب ادتني دي، والبائيه اللي هي جيم ادتني دي بعد التنشيط. يبقى انا عندي نوع واحد بس من البائيه؟ لا، كده معناه ان انا عندي عده انواع من البائيه. كل نوع من الخلايا البائيه بعد ما بيتعرف على الانتيجين ينتج له اجسام مضاده من اي نوع؟ ينتج له اجسام مضاده من اللي تقدر تتطابق مع الانتيجينات. بدل ما كنت بتعملهم لي بقى ثنائيات، لا اعملهم لي ثلاثيات. يعني ايه ثلاثيات؟ يعني قول لي اي نوع من الخليه البائيه مع اي نوع من الجسم المضاد مع اي ميكروب هترتبط دي. يلا بسرعه نشوف. الخليه البائيه الف انتجت من؟ انتجت رقم 1. يبقى البائيه الف انتجت الجسم المضاد رقم 1 عشان يتطابق مع اي ميكروب من الثلاثه. يتطابق مع اي ميكروب؟ مش هتطابق الا مع السي. تبقى الخلايا البائيه اللي من النوع الف تنتج اجسام مضاده من النوع 1 اللي ترتبط مع الميكروب من النوع سي. طب لو قلت الخليه ب، خلايا البائيه ب اللي تديني بائيه بلازميه هتنتج اجسام مضاده رقم 3، يبقى هتنتج رقم 3. ورقم 3 اللي شكل القوس ده الداخلي هيرتبط مع اي ميكروب من الثلاثه؟ لا، مع الانتيجينات بتاعت الميكروب دي. يتبقى لينا الخليه البائيه رقم جيم او الحرف جيم. البائيه جيم انتجت اي نوع من الاجسام المضاده؟ انتجت رقم 2 من الاجسام المضاده. ورقم 2 هترتبط مع اي نوع من انواع الانتيجينات؟ هترتبط مع الانتيجين A. هذا الكلام معناه ان الخلايا البائيه خلايا متخصصه. خلايا البائيه ايه بقى؟ متخصصه او عاليه التخصص، لان كل مجموعه من الخلايا البائيه تتعرف على ميكروب من نوع واحد وتنتج له نوعا واحدا من الاجسام المضاده. تنتج له نوع واحد من اجسام المضاده. نيجي بقى نقول لماذا يكون ارتباط الجسم المضاد ارتباط بالميكروب ارتباط محكم؟ لماذا يكون ارتباط الجسم المضاد بالميكروب ارتباط محكم؟ الاحكام بيجي نتيجة ان الجسم المضاد عنده موقعي ارتباط بالانتيجين مش موقع واحد. فموقعي الارتباط بالانتيجين يجعله يرتبط بموقعين انتيجين على سطح الميكروب فيجعل ارتباطا محكما. لكن لو كان الجسم المضاد لديه موقع ارتباط واحد فقط قد يكون الارتباط ارتباطا غير محكم. وبالتالي لو انا حبيت اضيف نقطة مهمة عشان افهم الناس يعني ايه ارتباط محكم ويعني ايه ارتباط مضمون. ارتباط محكم يعني لو انا قلت دي
ميكروب وده ميكروب وده ميكروب، ده ميكروب A، ده ميكروب B، ده ميكروب C. وعلى سطح كل ميكروب في أنتيجينات، الأنتيجين اللي على A قلنا أهو، ده موقع من المواقع أو الأنتيجينات اللي موجودة عليه. طيب لما نيجي نقول وده مثلا كمان أهو، أيهما يكون الارتباطا محكما؟ أيهما يكون الارتباطا محكما؟ أن يرتبط الجسم مضاد بموقعي الارتباط بهذا الشكل حرف الواي ده محكم، ولا أن يرتبط أحد موقعي الارتباط بهذا الشكل؟ مين الأكثر إحكاما؟ هل رقم واحد هو الأكثر إحكاما أم الاثنين الأكثر إحكاما؟ عشان كده السؤال مهم، ليه في موقعي ارتباط بالأنتيجين مش موقع واحد؟ ليه الجسم المضاد عنده موقعي ارتباط بالأنتيجين مش موقع واحد؟ علشان يكون الارتباط محكم. تمام؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طيب الارتباط المضمون، تعال نشوف كمية الـ 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 الأنتيجينات اللي موجودة هنا. أهي ده أنتيجين وده أنتيجين وده أنتيجين وده أنتيجين وده أنتيجين وده أنتيجين. دولت عدد من الأنتيجينات الموجودة على سطح الميكروب، جت عدد من الأجسام المضادة، فارتبطت ارتباطا محكما ارتباطا محكما ارتباطا محكما. يبقى تم ارتباط الميكروب بعدد من الأجسام المضادة، قيدته أضعفته عشان يبقى في متناول الخلايا البلعمية الكبيرة. نروح للسي. السي تعال نشوف أنواع الأنتيجينات. أدي نوع أنتيجينات أهي، كل دي أنتيجينات حوالين الميكروب، وبالتالي يبقى محتاج عدد كبير من الأجسام المضادة بهذا الشكل. كل دي أجسام مضادة ارتبطت بيه. بص على الثلاثة وقول لي مين أكثر ارتباط مضمون مش محكم. لو بتقول لي محكم يبقى رقم واحد محكم على رقم اثنين. ليه؟ علشان ارتباط الميكروب أو ارتباط الجسم المضاد بالميكروب ارتبط من خلال موقعي الارتباط بالأنتيجين وليس موقعا واحدا. لكن السؤال، هو في علاقة ما بين عدد الأنتيجينات الموجودة على سطح الميكروب وضمان الارتباط؟ أيوة، لما يقل عدد الأنتيجينات على سطح الميكروب يقل فرص الارتباط، ولما يزيد شوية يزيد فرص الارتباط، ولما يزيد أكتر يزيد فرص الارتباط. وبالتالي كلما تزداد عدد الأنتيجينات على سطح الميكروب كلما كان هناك ضمانة لارتباط الجسم المضاد بالأنتيجين. يبقى لو قلت لك نسبة ضمانة الارتباط هنا 20%، نسبة ضمانة الارتباط هنا 30%، نسبة ضمانة الارتباط هنا 1 2 3 4 5 6 7 70%. يبقى في قاعدة بتقول ان النقطة الأولانية، ليه الجسم المضاد لديه موقعي ارتباط بالأنتيجين وليس موقعا واحدا؟ حتى يكون ارتباط الجسم المضاد بالأنتيجين أو بالميكروب ارتباطا محكما. طيب ليه بقى المرة دي سؤال تاني، طب ليه الميكروب يفضل أن يحمل أو ليه الميكروبات بتحمل عدد كبير من الأنتيجينات على سطحها؟ ليه العدد بيكون كبير من الأنتيجينات؟ لضمان ارتباط الجسم المضاد بالميكروب. فتخيلوا لو عندي ميكروب، هذا الميكروب كان كده ولا يحمل على سطحه سوى هذا الانتيجين فقط بس، ما عندوش حاجة تاني، وبالتالي أصبح ارتباط الجسم المضاد بهذا الميكروب اللي سميته الدي ارتباط نمرة واحد محكم ولا غير محكم؟ بص كده، لا غير محكم. ايه اللي عرفك ان الارتباط ده ارتباط غير محكم؟ لان ارتباط الجسم المضاد مع الانتيجين كان من خلال موقع واحد.
2، هل الارتباط ده كان مضمون ولا غير مضمون؟ تقول لي لا مش مضمون، لان وجود انتيجين واحد ممكن ما يبقاش مضمون، لان لو الاجسام المضاده فضلت تلف حوالين الميكروب وغلاف عشان تبحث عن موقع الارتباط ما بتلاقيش. وجود انتيجين واحد على سطح الميكروب غير مضمون. يبقى الجي ده يعتبر غير محكم وغير مضمون، لكن ده محكم ومضمون. ودي انت عرفت الفرق بين الكلمتين، محكم ليه ومضمون ليه؟ محكم لان الجسم المضاد لديه موقعي ارتباط بالانتيجين فالارتباط محكم. ليه مضمون؟ لانه عنده عدد كبير من الانتيجينات. يبقى الفرق بين سي والدي ان ده محكم ده غير محكم، ده مضمون وده غير مضمون. اكيد كده انتوا فهمتوا الجزء ده. طيب نروح لاخر جزئيه عندنا متعلقه بايه؟ متعلقه بطرق عمل الاجسام المضاده. وعندي كم طريقه؟ عندي من طرق عمل اجسام مضاده 5 طرق. الطريقه الاولانيه التعادل، الطريقه الثانيه التلازم او الالصاق، الطريقه الثالثه الترسيب، الطريقه الرابعه التحلل، الطريقه الخامسه والاخيره ابطال مفعول السم. ونبتدي بالتعادل. التعادل خاص بالفيروسات. ليه؟ لان الفيروسات دي هي اللي بتنتشر وبتخش جوه خلايا الجسم وتدخل جواها وتعمل عدة نسخ منها. التعادل فيها طريقتين. اذا هاجم الجسم فيروس ودخل خلايا الكبد على سبيل المثال، في طريقتين بتتبعهم الاجسام المضادة. اذا قدرت ترتبط مع غلاف الفيروس نفسه فتمنعه من انه يدخل مادته الوراثيه جوه الخلايا السليمه. يبقى الخطوه الاولى ارتباط الاجسام المضاده بالانتيجينات الموجوده على سطح غلاف الفيروس مما يمنعه من ادخال الماده الوراثيه له داخل خليه الجسم السليمه. تمام؟ طب نفترض انه نجح في الادخال. ايه دور الاجسام المضاده المره دي؟ دور الاجسام المضاده انها ترتبط المره دي بغلاف الخليه المصابه. هترتبط بغلاف الخليه المصابه. ليه؟ ليه هترتبط بغلاف الخليه المصابه؟ علشان تحافظ على الغلاف سليما ولا تنفجر الخليه وبالتالي يمنع انتشار الفيروس. اذا هما طريقتين. تحييد الفيروس بيتم ازاي ومنع الانتشار؟ نمره 1، يا ترتبط الاجسام المضاده باغلفه الخارجيه للفيروس فتمنعها من الالتصاق باغشيه الخلايا او تدخل مادتها الوراثيه، يبقى انا منعت الاصابه. طيب او النقطه الثانيه في التعادل ايه هي؟ طب واذا اخترق الفيروس غشاء الخليه وادخل الماده الوراثيه فاصبحت الخليه مصابه، هينتشر الفيروس بعد ذلك، ماذا يحدث من الاجسام المضاده اتجاه الخليه المصابه؟ تعمل ايه؟ تمنع خروج الماده الوراثيه بتاعته من خلال الخليه المصابه. طب تمنعها ازاي؟ انها تلتصق بغشاء الخليه وبالتالي تبقى على الخليه المصابه مغلقا، يعني تمنع انفجار الخليه. يبقى الاجسام المضاده تلعب طريقتين في التعادل. اذا وجدت الفيروس او وجدت الفيروس قبل ان يهاجم الخلايا ترتبط الاجسام المضاده مع غلاف الفيروس من خلال الانتيجين مما يمنع اقتراب والتصاق الفيروس بالخلايا بتاعه الجسم ويمنع ادخال مادته الوراثيه او الحمض النووي بتاعه داخل الخليه السليمه من الجسم. لو اصيبت الخليه واصبحت هناك الماده الوراثيه للفيروس داخل الخليه فبنسموه الحمض النووي. فاذا وجد الحمض النووي للفيروس داخل الخليه ماذا يفعل الاجسام المضاده؟ ترتبط المره دي الاجسام المضاده بغلاف الخليه المصابه عشان تمنع خروج الحمض النووي منها، يعني بتمنع انفجار الخلية المصابة فتمنع انتشار الميكروب. التلازم أو الإلصاق. طريقة تانية من طرق عمل أجسام مضادة هي التلازم أو الإلصاق. إزاي بقى التلازم؟ عندنا IgM. IgM لما كنا بنرسمه كنا بنرسم له عدة أزرع وأقول لكم إزاي. فيرتبط الاي جي ام من خلال 10 مواقع ارتباط بالانتيجين عنده يرتبط باكثر من ميكروب، وبالتالي تتجمع الميكروبات حول هذا النوع من الاجسام المضاده اسمه الاي جي ام، فتجمعت وتلاصقت
وتلزنت زي تجلط الدم كده، وبالتالي تصبح في متناول الخلية البلعمية الكبيرة، فيسهل عليها التهام هذه التجمعات اللي تمت. يبقى في الاي جي ام اهو اللي هو عنده ادي موقعين 4 6 8 10، عنده 10 مواقع ارتباط بالانتيجين، وكل موقع او موقعين بيرتبطوا بالميكروب، يعني زي كده ادي مرتبط ما هنا وهنا. تقولي طيب بس هو ارتبط مع دي ومرتبطش مع دي ليه؟ لان الموقعين دول الانتيجين شكل بعض، بينما الانتيجين ده ليس نفس نوع الانتيجين ده، وبالتالي ما ينفعش يرتبط الا ارتباط بواحد بس. تقول لي بس غير محكم، ماشي غير محكم، هنعمل ايه؟ غير محكم، لكن امتى ارتبط؟ لو كانوا الاثنين جنب بعض شكل بعض، يعني لو الاثنين دول شكل بعض ممكن يرتبط بيهم. الاي جي ام بقى هل ارتبط ببكتيريا واحده ولا ممكن يرتبط باكثر من بكتيريا؟ يعني لو ده قرب شويه ممكن يرتبط مع جي، يرتبط مع ثلاثه. وبالتالي من مميزات الاي جي ام ان بتتجمع عليه الميكروبات، انه بيرتبط باكثر من ميكروب في وقت واحد، وبالتالي هذا التجمع يعمل نوع من انواع التلازن او التجلط او التخثر، وبالتالي يبقى اصبح على هيئه قطرات تيجي الخلايا البلعميه الكبيره وتلتهم كله مع بعضه بما فيهم الاجسام المضاده، يعني تاكل كل ده. ثالث نوع الترسيب. متى يحدث الترسيب؟ بعض الانتيجينات المرتبطه بسطح الميكروب لا تكون في ماده واضحه، بمعنى انها بتكون زائبه، يبقى بعض الانتيجينات توجد في صوره زائبه، وعشان الخلايا البلعميه الكبيره تقدر تلتهمها لازم تكون لها ملمس، لها وجود. فماذا تفعل الاجسام المضاده مع الانتيجينات الزائبه؟ نشوف. اول ما تيجي الاجسام المضاده تروح مرتبطه مع جزيئات الانتيجين الزائبه، فتحولها من صورة زائبة إلى صورة غير زائبة، وبالتالي تترسب. فلما يترسب الأنتيجينات تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة تلتهمها. يبقى دور الأجسام المضادة هي تحويل الأنتيجين الزائب إلى مركب غير زائب، وطالما بقى غير زائب هيترسب. شغل كيمياء، زي ما يكون عندك كده كوباية أو أنبوبة اختبار حاطط فيها محلول ملح الطعام كلوريد الصوديوم، يبقى أين كلوريد الصوديوم؟ زائد. طيب اعتبر بقى المرة دي أن الأجسام المضادة يمثلها نترات الفضة، فإذا أضيفت نترات الفضة على محلول كلوريد الصوديوم كإضافة الجسم المضاد على الأنتيجين الزائد، النتيجة حدث تكوين مركب اسمه كلكم عارفينه اللي هو نترات الفضة اللي ابتدى إيه؟ كلوريد الفضة. احنا بنرجع بالكيمياء، لكن اللي يهمني ان نجحت نترات الفضة هنا في تحويل المركب الزائب الى مركب راسب. ده اللي حصل بالظبط، ارتبطت الاجسام المضادة بالانتيجينات الزائبة ثم حولتها الى ايه؟ حولتها الى راسب غير زائب، ولما يبقى راسب يبقى اكثر سهولة لتعامل الخلايا البلعمية الكبيرة معاه. التحلل، خلي بالكم ان الاسماء لها علاقة، كلمة تعادل يعني تحييد وخاصة بالفيروس، تمام؟ كلمة تلازن يعني التصاق يعني تخثر، وده ليه علاقة بالاي جي ام طبعا. والترسيب يعني كان مركب في صورة زائبة لو الانتيجين بتحول الى راسب. التحلل معناها اشتغل بالمتممات. كيف يتم التحلل؟ عندما يرتبط الجسم المضاد بالميكروب عن طريق الانتيجينات تنشط المتممات اللي مرتبطة بمواقع برضه على الاجسام المضادة، تنشط هذه المتممات المرتبطة بالاجسام المضادة وتعمل ايه بقى؟ تبتدي تحلل الانتيجينات وغلاف الميكروب ومحتوى الميكروب. يبقى عندنا نشاط او اتحاد الاجسام المضادة، وبالتالي التحلل هنا زي ما قلت ان هو بيتم ازاي؟ ارتباط الجسم المضاد اولا بالميكروب من خلال الانتيجين، وخلي بالك ان كل الاجسام المضاده عندها موقع ارتباط بالمتممات، فاول ما يرتبط الجسم المضاد بالميكروب تنشط المتممات وتعمل على تحلل اغلفه الميكروب وانتيجيناته ومحتواه. اذا دور المتممات هنا هو نفس الدور اللي انا حكيت عليه قبل كده. يبقى المتممات حللت اغلفه الانتيجينات،
أذابت المحتوى، وبالتالي أصبح هذا الفتات في متناول الخلايا البلعمية الكبيرة. ده منظر يؤكد لك إن في ارتباط محكم اهو وفي ارتباط غير محكم اهو. وخلي بالك دي بكتيريا عليها عدد مختلف أنواع من الأنتيجينات. في أنتيجينات واخدة شكل المربع، في أنتيجينات واخدة شكل المثلث، يعني ممكن الميكروب الواحد عليه عدة أنواع، وبذلك ممكن تبقى البكتيريا الواحدة محتاجة أن ترتبط بها عدد من الأجسام المضادة. نيجي بقى إبطال مفعول السم. إبطال مفعول السم ده معناه إيه؟ معناه بعض البكتيريا اللي بتدخل جسم الإنسان وتسبب تسمم. في ناس بتاكل فسيخ، في ناس بتاكل حاجات غريبة قوي وتيجي يقول لك عندنا تسمم. الأجسام المضادة تقدر ترتبط أيضا مع السموم. إذا الأجسام المضادة مش بس ضد الإيه؟ الميكروبات من فيروس وبكتيريا، لا، ده ضد كمان مواد كيميائية دخلت جسمك في صورة سموم. ماذا يحدث إذا وجد السموم داخل الجسم؟ تيجي الأجسام المضادة ترتبط مع جزيئات السموم، وبعدين تنشط المتممات، ويحصل تفاعل مع مركب الجسم المضاد اللي مرتبط بجزيء السم أو السم. سلسلة من التفاعلات تنتهي بتحويل المركبات السامة إلى مركبات غير سامة، وعندما تصبح مواد غير سامة تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة وتلتهمها. إذن ارتبطت الأجسام المضادة مع السموم، كونت مركبات من أجسام مضادة والسموم، نشطت المتممات، تفاعلت عدة تفاعلات، انتهت بتحويل المركبات السامة إلى غير سامة، تبقى أبطلت مفعول السم، وبعدين تيجي الخلايا البلعمية الكبيرة تخلصنا من هذا المكونات الأخيرة. ده الشكل اللي احنا دايما بنعرض عليه ونقول لو دي السموم دخلت الجسم ودي الخلايا، من الطبيعي ان السموم تدمر الخلايا زي ما حصل في الانتفاضة الأولانية. ده لو ما لحقناش تكون أجسام مضادة ويموت الإنسان بالتسمم. طيب نفس السموم، لكن لو نجحت خلايا بائية في تكوين أجسام مضادة تسمى مضادات السموم، وارتبطت مع السموم زي الشكل ده، النتيجة أولا لما ترتبط بيها هتمنع دخولها جوه الخلايا السليم، فمش هتتسمم وبس كده، لا، ده منعت دخول السموم للخلية، دي نمرة واحد. وأيضا أنتجت المتممات أو المتممات نشطت فتفاعلت مع هذا المركب وحولته إلى مركبات غير سامة، وعندما أبطلت سمية هذا السم جاءت الخلايا البلعمية الكبيرة وخلصتني منه. يبقى ده يعتبر إبطال مفعول السم زي الإنزيمات بتاعت نزع السمية كده اللي موجودة أيضا في النبات. خمس طرق: تعادل، ثم تلازن، ترسيب، تحلل، إبطال مفعول السم. كده احنا انتهينا من هذا الجزء. إن شاء الله لقاء آخر في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.